في السماوات رنة وعويل مذ بها قام ناعيا جبريل أصبح الكون داجي اللون حزنا فهل المرتضى علي قتيل يا حساما أردى الوصية شباه فيك قد أردي الهدى والرسول والنبيون والشرائع طرا وأصيب التكبير والتهليل أيها المسجد المعد لذكر الله يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول أيها المسجد المعد لذكر الله وفي شهر الصيام وفي جامع الكوفة فزمانا ومكانا وأمير المؤمنين انظر إلى هذه المصيبة أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جديل جديل حف فيه الغر الكرام بنوه وهو عنهم بحاله مشغول فدعوه وفي القلوب حريق من جوى الحزن والدموع تسيل يا ربيع الأيام من للأيام واليتامى إن غاب عنها الكفيل يا ليلة القشرة مثلها ما جرى وصار بيها الأكوان تعطلت والفلك ما دار والخلق تلعب السكك والكل محتار هذا ينادي وذاك يبكي بدمع همال ويلا والفجر لاح بوحشة وظلمة نوارة ودين النبي المختار أصبح بانكسارة والحسن وأخوان أطلعوا كلهم حيارة وياهم أم كلثوم تتعثر بالأذيال ولا تتعثر بالأذيال بدموع سكيبة
وتنادي يا اخوتي حلت علينا مصيبة، راح الأبو واضم حال منين أجيب؟ تشمت عدونا يا أخواني والدهر مال، ولا وطلعوا من المسجد وشالوا داحي الباب، والناس حول الكل ينادي بدمع سجاب، ريت الخلق تفداك يا من للعلم باب، يا كافل الأيتام يا معطي السؤال. ونا ونا وزينب تنادي من معاكم شايلينا، هذا مريض لا معرس زافينا، قالوا لها الكرار مشقوق جبينا، صاحت وقع سوري عقب خواض الأهوال.